القسم الثالث من الأذكار، قلنا أذكار زمانية وأذكار مكانية وأذكار مقيدة بالأحوال، ومن ذلك أذكار النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، متفق عليه. والحكمة من الذكر والدعاء عند النوم وبعد الاستيقاظ أن يكون خاتمة عمله قبل أن ينام، وأول استيقاظه بعدما يبعثه الله من نومه على ذكر الله، فتكتب الحفظة في صحيفته عملا صالحا بداية ونهاية فيرجى له المغفرة بذلك. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك اختم بخير، وقال الشيطان اختم بشر، فإن ذكر الله تعالى ثم نام بات الملك يكلأه. حسنه الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار، وذكره الألباني في ضعيف الترغيب. ومعنى ابتدره يعني تسارع إليه، وقال الملك اختم بخير لأن كل خير نعمله الملك يعز إلينا بذلك. هذه خاطرة، من وين جاءت؟ أي خاطرة خير جاءتك من الملك؟ وكل عمل شر نعمله خاطرته وأوله وفكرته والذي ذكرك به وأورده عليك وعلى نفسك في بالك هو الشيطان. فإن ذكر الله تعالى بات الملك يكلأه، يعني يحفظه ويحرسه. باسمك اللهم أموت وأحيا، بذكر اسمك أحيا، ما حييت وعليه أموت، فأنا مداوم على ذكرك حيا وعليه أموت، بك أحيا وبك أموت. طيب الحياة ما هي؟ الحياة بعد الموت أو الحياة بعد النوم؟ لأن النوم أيضا موت أصغر، كلاهما صحيح المراد. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحياة بعد الموت. وقراءة خواتيم سورة البقرة قبل النوم آخر آيتين، من قرأهما في ليلة كفتاه. وقد روى أبو بكر بن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. قال النووي إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. فإذا بحديث علي الموقوف يكون عندنا ثلاث آيات، لله ما في السماوات ما في الأرض ومن التي بعدها والثالثة. وقراءة قل يا أيها الكافرون ثابتة أيضا، لماذا؟ لأن فيها براءة من الشرك، والحديث حسن عند أبي داود. فتأمل أهمية التوحيد والبراءة من الشرك في آخر لحظة قبل انتقالك إلى الموت الصغرى، وبعد انبعاثك ورجوعك إلى الحياة الكاملة مرة أخرى. تعلق الروح بالبدن مراتب، تعلقها بالجنين في بطن أمه، وتعلقها به بعد ولادته، وتعلقها به أثناء النوم، وتعلقها به بعد الموت، وتعلقها به إذا بعث الناس يوم القيامة. السؤال هو تعلق الروح بالجسد أثناء النوم أشد ولا أثناء اليقظة؟ ها، أثناء اليقظة أشد بلا شك، أثناء اليقظة أشد. ولذلك النوم موتة صغرى، فتخف علاقة الروح بالجسد أثناء النوم. تعلق الروح بالجنين أشد في بطن أمه ولا بعد ولادته؟ بعد ولادته أشد. وما هي أشد حالات تعلق الروح بالجسد على الإطلاق؟ يوم القيامة. تعلق الروح بالجسد يوم القيامة أشد من تعلقها بها في الدنيا، ولذلك يكون العذاب أعظم ما يمكن ويكون النعيم أعظم ما يمكن. نسأل الله السلامة من العذاب.
وأن نتقلب في النعيم. طيب، الحديث نلاحظ فيه ذكر النوم توكل وتفويض، أسلمت نفسي إليك، رضيت أن أكون تحت مشيئتك، أنت تتصرف بي، أسلمت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، توكلت عليك في جميع شؤوني، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أين أهرب؟ وين المخلص؟ ما في فرار منك إلا إليك، ففروا إلى الله. هذا الذي يقولهن يموت على الفطرة، هذا هو التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وحسنه الحافظ رحمه الله. وهذا فيه اعتراف بالتقصير في ذلك الموضع، لأنه يمكن أن يكون آخر العمر، لأن هناك ناس يموتون الموتى الكبرى أثناء الموتى الصغرى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أيضا إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. ماذا تتضمن هذه؟ اعتراف بنعمة الله. كفانا، دفع عنا المؤذيات. آوانا، إلى مساكن، في ناس مشردون ينامون في الشوارع في البر، هائمون على وجوههم، أخرجوا من ديارهم في مخيمات أو في العراء. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم ممن لا كافي له، تسلط عليه الأعداء، ساموه سوء العذاب، أو شخص ماله مأوى، يهيم في البوادي، يتأذى في الحر والبرد. فهذه تذكر الإنسان بنعمة الله عليه، لأن بعض الناس يقولون: ما عندنا ما عندنا ما عندنا شيء. ما عندك بيت تأوي إليه؟ يقول: بلى عندي. كما أن سائلا جاء يسأل أحدا من السلف فقال له: ما أملك شيء من الدنيا ولا شيء. قال: تعطيني أصبعا بعشرة آلاف؟ قال: لا. قال: تعطيني يدك بخمسين ألفا؟ قال: لا. قال: تعطيني عينك بخمسين ألفا؟ قال: لا. لأن دية العين نصف إيش؟ خمسين ألف مثلا. تعطيني أذنك بخمسين ألفا؟ قال: لا. تعطيني رجلك بخمسين ألفا؟ تعطيني جفنك هذا؟ فكلما قال أو قال لا، قال: أنت تملك مئين الألوف وتقول ما عندي شيء. فالناس ينسون نعم الله عليهم، ولذلك الأذكار تذكرهم بنعم الله. أما الاستيقاظ: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، لأن الروح يكون لها نوع فكاك أثناء النوم، تفيض، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فلما يستيقظ يقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي. رد علي روحي معناه حصل نوع من الانفصال، التعلق باقي وإلا يعني مات خلاص، لكن صار فيه نوع من الانفصال. وهكذا المناسبة في المعافاة، وهي من الألفاظ العامة التي تشمل دفع المكروهات عن البدن وعن الباطن وفي الدين والدنيا والآخرة. عافاني.